أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نتناول اليوم طبيعة التشكيلات العسكرية في الساحل التهامي في ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء. إذن قال التقرير النهائي للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة أن القوات المسلحة التي تقود المعارك ضد ميليشيا الحوثي في الحديدة وإن اتفقت في الهدف الرئيسي وهو طرد الحوثيين إلا أنهم لا يمكن أن يتفقوا على أهداف طويلة الأمد والتي سيكون عنوانها إدارة الحديدة بعد التحرير. غير أن التقرير تجاهل تماما التهاميين أصحاب الأرض ولم يتطرق لهم كقوة مؤثرة وإن مستقبليا من خلال تواجدهم سواء في المكونات العسكرية المدعومة من الإمارات أو تلك التي تتبع الشرعية، لكن التساؤل لا يزال قائما بخصوص سيطرة الحكومة الشرعية على القوات المتواجدة في الساحل، خصوصا ألوية العمالقة التي يقول أنها تتبع المنطقة العسكرية الرابعة التي للمفارقة تخوض معاركها في إطار المنطقة العسكرية الخامسة ومحورها الحديدة. تساؤلات عديدة سنحاول الإحاطة ببعض إجاباتها مع ضيوفنا، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا التقرير. قال تقرير لجنة الخبراء الأممية التابعة للأمم المتحدة إن الحرب في الحديدة لن تتوقف إلا بخروج الحوثيين منها. التقرير الأممي أكد التباين القائم بين القوات المحاربة للحوثيين على امتداد الساحل الغربي خصوصاً تلك المدعومة من الإمارات. أهم ما لفت الانتباه في هذا السياق كان الإشارة إلى أن القوات المسلحة التي تقود المعارك ضد الحوثيين في الساحل التهامي وإن التقت في الهدف الرئيس المتمثل في طرد الحوثيين من الحديدة إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تلتقي في أهداف مشتركة طويلة الأجل نظراً لعدم تبعية بعضها بل وأغلبها لسلطة الحكومة الشرعية. من أبرز ثغرات التقرير هو تجاوز أهمية التسليح الذي حصل عليه التهاميون كجزء منضو في التشكيلات العسكرية، لأنهم وإن جمعتهم بالعمالقة أو قوات طارق المدعومة من الإمارات فإن لهم بصفتهم أصحاب الأرض هدفهم الأهم وهو استعادة زمام السيطرة والإدارة لمحافظتهم، وهو ما يعتبرونه ضرورة لإعادة الاعتبار التاريخي لتهامة التي عانت نحو قرن من سيطرة حكم المركز في صنعاء. ثمة خلاف أكيد سيطرأ في حال تحررت الحديدة، وهو ما يتصل بهوية الطرف الذي سيديرها بعد طرد التواجد الحوثي. سؤال ملح ستحمل الأيام إجابته، إذ أن من الصعوبة بمكان تحديد ذلك في ظل الظروف القائمة حالياً. إذن مشاهدينا سينضم إلينا من مدينة اسطنبول الكاتب الصحفي علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. سيد علي مساء الخير. أهلا بك سيد علي، يعني إلى أي مدى يمكن الثقة في دقة المعلومات التي يتضمنها أو تضمنها تقرير دولي بحجم تقرير لجنة الخبراء؟ تحية لكم المشاهدين الكرام. أعتقد أنه المعلومات الواردة في التقرير يعني فيها كثير من الصحة، وخصوصا المناطق التي تمكنوا من الوصول إليها واللقاء بالمسؤولين المباشرين على المنصات التي ركز عليها التقرير، وملحوظ من خلال ما ورد في مضمون التقرير الطويل الذي امتد على مساحة حوالي 225 صفحة لمسح التقرير مع الهوامش والبرايا، أنه يعني بذل فيه جهد كبير وعلى يعني في معايير دولية فيه المعلومات وفيه التحليل الفريق لما حصل عليه المعلومات حول القضايا المختلفة، وبالتالي هو يصبح تقرير يمكن يعني الاعتماد عليه في تقييم الوضع في اليمن، وإن كان سيظل فيه فصول خصوصا في المنصات التي لم يستطع العدو التقرير النزول الى 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 المناطق المناطق المواجهات، او خصوصا مثلا عندما نتحدث عن فعل عن مارب، هذه مناطق لم يصل اليها التقرير، وبالتالي سيكون هناك قصور الى حد ما في معلومات وارده حول هذه المواضيع.
نعم، لكن سيد علي يعني بطبيعة الحال يعني أنت كيف تنظر لهذه التشكيلات العسكرية التي تخوض الحرب في الحديدة ضد التواجد الحوثي؟ بمعنى هل تتفق مع ما ورد في التقرير تماما، أم أن هناك يعني بعض النقاط مبالغ فيها ولو بالقليل، أو أن التقرير أيضا ما زال هناك نقص في تقديم الصورة الكاملة؟ في النهاية الواقع يتحدث عن أن يعني التشكيلات التي تشارك في الساحل الغربي هي تشكيلات مختلفة، وبعضها أيضا لا يعترف أساسا بشرعية الرئيس هادي، و يعني يعمل بشكل مباشر تحت قيادة القوات الإماراتية. بالتالي هذا هو واقع لا يستطيع أحد أن ينكره أو يزيد. وبالتالي يعني تأتي بعد ذلك القوات العمالقة السهامية، هي قوات نظريا تحت شرعية الرئيس هادي، لكن إجمالا هي كل القوات الموجودة في الساحل الغربي تدار غرفة عمليات واحدة، من غرفة عمليات تابعة لقيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي، تتلقى التمويل والتسليح والتوجيه من تلك القوات. وفي النهاية سيعتمد الأمر على مدى التنسيق بين قيادة القوات الإماراتية في اليمن وبين الحكومة الشرعية وبين سلطة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. وبناء على هذا يمكن تخيل ما يمكن أن يكون عليه الحال في المستقبل، سواء استمرت المعركة وتحررت الحديدة أم توصلوا إلى تسوية سياسية. في النهاية سيفرض واقع بناء على التنسيق الذي هو أساسا سينعكس على الوضع في بقية المحافظات الجنوبية. نعم، لكن يعني سيد علي ربما في السابق يعني حينما يعني كانت القوات يتم تجميعها إلى الساحل الغربي وأيضا الألوية التابعة لطارق عفاش والمدعومة من الإمارات، هناك أيضا كان يعني لا يوجد بين هذه الألوية تناغم وانسجام، خاصة فيما يخص قوات طارق عفاش التي يعني أتت بها الإمارات وعززتها في الساحل الغربي. وهنا نتساءل يعني ما النقاط التي يمكن أن تشكل محطات خلاف مستقبلا بين يعني هذه القوات المختلفة في الساحل؟ أعتقد أنه سيكون قلت أنه يعني الإمارات في النهاية هم يمنيون، الذين يقاتلون في الحديدة في الساحل الغربي هم أفراد يمنيون اختلفت توجهاتهم واختلفت مشاريعهم، لكن تبقى ربما النقطة التي قد تتسبب في إشكالية مستقبلا هي نقطة التوجهات الأيديولوجية لتلك التشكيلات المسلحة ما بين يعني مقاتلون يحملون الفكرة الوطنية ومقاتلون آخرون يقاتلون لأسباب أيديولوجية وعقائدية، إلا أنه إذا وجدت هناك جهود لصحة كل هذه التوجهات وإعادة صياغة العقيدة الوطنية العقيدة القتالية لهذه المجاميع على أسس وطنية على أسس الدفاع عن الجمهورية وعن يعني الشرعية الدستورية، أعتقد أننا بإمكان أن نتجاوز هذه المشكلة. ويعتمد إلى أي مدى هذه التوجهات هذه الصياغة تدار بأجندة وطنية وليس بأجندة يعني إقليمية أو دولية. أعتقد أنه استمرار المعركة وتخليل مدينة الحديدة من سيطرة قوات من سيطرة ميليشيات السعودية، أعتقد أنه سيترتب عليه مستقبل أفضل مما لو أن هذه القوات كانت راكدة ويعني في مكانها الذي قد تنشأ عنها كثير من الإشكاليات والأضرار التي تنشا غالبا في حال دخول الجيوش، فما بالك في مجالس مصلحه مختلفه لا تزال في فوره تشكل وتجميل. نعم، إذا ابقى معي سيد علي، وسنشرك معنا من الرياض الخبير في الشؤون العسكريه السيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام ومساء المشاهدين جميعا. أهلا بك سيد عبد العزيز. إذا نتساءل هنا يعني كيف تنظر لخارطة التشكيل العسكري للقوات التي تخوض حرب ضد الحوثيين في الساحل الغربي تحديدا؟ بشكل عام أولا يجب أن نقول أن نحن مع قوات تقاتل الحوثي أيا كان توجه القوات، هذه القوات العقائدي أو توجهها أو العقيدة القتالية التي تحملها، لأن الحوثي هو يمثل الخطر الأشمل.
واعتقد ان الامر لا ينطبق على الحديده وحدها، ففي كل مكان هناك تشكيلات خارج نطاق الشرعيه، لكنها الكل الذي يقاتل الان ضد الحوثي جمعهم العداء للحوثي. هذه القوات بالنسبه للقوه هي لدينا ثلاث فصائل رئيسيه في هذه القوات. الفصيل الاول هو الويت العمالقه، وهي تشكل راس الحربه، وهي تعتبر القوه الرئيسيه في معركه الحديده. القوه الثانيه هي قوات ما يسمى بحراس الجمهوريه او قوات الطوارق، وهي قوه يعني تشكل الرقم الثاني في هذه المعركه. القوات الثالثه هي قوات المقاومه التهاميه او افراد من قوات تهاميه، وهي ضمن داخلها ما ضمن تشكيلات العمالقه او ضمن تشكيلات ما يسمى بالطوارق، او انها قوات يعني شبه مستقله لكنها يعني تحمل العقيده القتاليه المناطقيه، اذا جاز التعبير، العقيده القتاليه المناطقيه. الا القوات العمالقه تحمل العقيده القتاليه السلفيه التي تقاتل من اجل رافضي سلفي. لا 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 لا. القوات حق طارق هي قوات تحمل، اذا جاز التعبير، تحمل العقيده القتاليه الانتقاميه، بالانتقام، بمعنى ان لو علي عبد الله صالح عاد الى الحياه مره ثانيه واعلن انضمامه للحوثي سوف تنضم الى الحوثي مره اخرى. لكن بشكل عام نحن مع اي قوات تقاتل هنا ايضا. هنا نقطه مهمه سيد عبد العزيز، يعني فيما يتعلق بتقرير لجنه الخبراء، يعني انت اشرت ايضا الى ان هناك قوه تهاميه، وبالتالي هذه القوه كما هو ملاحظ في التقرير تم تجاوز ذكرها تماما من التقرير، و بالأساس هم يعني أصحاب الأرض وأبناء المنطقة، وبالتالي يعني هناك استغراب من الكثير، يعني كيف يتم تجاوز هذه القوات؟ بالنسبة للقوات التهامية أنا قلت لك أثناء حديثي الآن أنها جزء منها انضوى قتاليا تحت قوات طارق عفاش، والجزء الآخر انضوى قتاليا تحت قوات العمالقه، فهي حقيقة غير فعالة وغير مؤثرة منفردة على عكس القوتين الأخريتين، وأنا ذكرتها في المركز الثالث. فأغلب مقاتليها أنضموا أو الألوية التابعة لها أنضمت إما تحت قوات الطوارق أو تحت قوات العمالقة. على فكرة قوات العمالقة يوجد تناقض ما بين يعني قد فيه جزء، يعني لولا أن الإمارات جمعت بين الطوارق وبين العمالقة لكانوا يعني فصيلين متناحرين. بالنسبة للقوات التهامية هي انضمت تحت احدى القوتين، اما عمالقه واما طوارق، وبالتالي اذا تجاوزها تقرير الخبراء هذا امر عادي وروتيني، كونها حالها لم تشكل يعني محور قتالي او جزء او فصل قتالي منفرد، فهي انضمت اصبحت تابعه لاحد الفصيلين. نعم، اذا تكرم بالبقاء معي سيد عبد العزيز، واعود للكاتب الصحفي علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. يعني سيد علي، نتساءل هنا فيما يتعلق بالشرعية، يعني هل هي باعتقادك يعني مطمئنة من كل ما يحدث في الساحل؟ يعني هناك الكثير من المخاوف فيما ليس فيما يحدث اليوم وإنما فيما سيحدث ما بعد التحرير، هل يعني باعتقادك الشرعية اليوم مطمئنة تماما من هذا الجانب؟ سيد علي هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال فقد بالصحفي علي الفقيه ريثما يعود، وسأرحب بضيفنا الناشط السياسي عثمان العيدروس رئيس اتحاد الساحل الغربي لقوى الثورة في الحديدة، سينضم إلينا من مدينة مكة. سيد عيدروس مساء الخير. مساء النور أخي شادي لك ولجميع الإخوة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك سيد عثمان، يعني حدثنا عن خارطة القوى العسكرية التي تخوض اليوم الحرب لتحرير الحديدة في الساحل الغربي. معركة الساحل الغربي والقوى العسكرية المتواجدة هناك في الخارطة حقيقة قوة كبيرة جدا. يبلغ إجمالي الألوية العسكرية بحسب مصادر عسكرية ميدانية متواجدة
33 لواء عسكري وثمانية كتائب عسكرية موجودة في ميناء عصب الإرتيري. نعم. وتعرف باسم كتائب مراد. هذه القوة تتوزع على العمالقة بمعدل 20 لواء وستة ألوية تتبع حراس الجمهورية بقيادة طارق عفاش. نعم. والبقية ألوية تهامية. ألوية العمالقة جزء منها هي لواء النقل ولواء الحرس الجمهوري، عفوا لواء النقل ولواء الحماية الرئاسية، ولواء يتبع هيثم قاسم. نعم. أو هيثم طاهر، ويشترك فيها كذلك مجموعة من قيادة الكتائب داخل هذه الألوية العمالقة، قيادات تهامية تقود هذه الكتائب بما فيهم الضباط أحمد محسن الأهدل، الشيخ الضابط إبراهيم اللحجي، وكذلك آخرون لا أستحضرهم الآن من أمثال الشيخ زايد منصر وغيرهم. نعم. لكن سيد عثمان، يعني ما الذي يمنع أن تتولى قيادة عسكرية من أبناء الأرض يعني المعركة في الحديدة برمتها على الأقل، كونها الأعرف بجغرافيا الأرض وطبيعة المكان؟ أعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن القوى التحالف المتواجدة والتي تقوم بعملية الإسناد. نعم. والتي هي صاحبة القوة والرأي في الساحل الغربي وفي معركة اليمن بشكل عام هي المتحكمة بالقرار هذا. نعم. وهي التي تشكل وتحدد هذا الشيء. هناك كذلك إجابة منطقية لهذا الأمر، أنه معظم الألوية التهامية والقيادة التهامية ما زالت تشكل كنواة جديدة لمقاومة تهامية، كنخبة تهامية، كألوية تهامية، بالإضافة إلى مثل ما ذكرت لك أنا في البداية على أن القرار الخاص بالتحالف لديه أجندة خاصة فيه ولديه مقاييس ومعايير. هذه الأجندة والمعايير غيبت الكفاءات التهامية. يوجد في الآونة الأخيرة في الشرعية من أصبح من القيادات العسكرية التهامية وصل إلى 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 رتبة اللواء الركن. نعم. ويوجد قيادة ويوجد قادة عسكريين لمناطق عسكرية، اثنين مناطق عسكرية سابقة كان يوجد لها قيادات عسكرية من أبناء تهامة، وهو اللواء الركن إسماعيل حسن زحزوح واللواء الركن عمر سقاف. نحن لا نستطيع أن نقول أن تغيب أبناء تهامة نظرا لعدم وجود كفاءات، لا، الكفاءات هي موجودة، لكن هناك في ترتيبات. نعم. في أشياء معينة، ونتمنى إذا فعلا إذا ما كان هناك في جدية وفي رغبة صادقة لعمل التحرير، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وأهل تهامة سيرحبون بالقادة وبالأفراد وبالضباط وبالألوية وبالكتائب العسكرية التهامية في عملية التحرير. نعم. إذن سأعود أكمل معك من هذه النقطة سيد عثمان، ولكن سأذهب الآن لضيفي من الرياض الخبير في الشؤون العسكرية سيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، يعني أيضا هو هنا إيضاح للمشاهد أنه ما نناقشه اليوم في الحلقة ليس لما يدور اليوم في الساحل الغربي ولا كاعتراض على وجود يعني أو على مسألة تقسيم التشكيلات العسكرية، وإنما نحن نتحدث على ما أشار إليه التقرير في المستقبل بعد أن تتحرر المدينة، يعني من سيتحكم بقرار هذه المدينة. وهنا سؤالي سيد عبد العزيز، يعني البعض يتساءل أنه كيف يمكن فهم أن التحالف يدعم فصيل معين في الحديدة يخوض معارك منفصلة ولا يأتمر للشرعية التي يعني جاء من أجلها التحالف، وإن حتى كان الائتمار شكليا بالتالي ما يقوم به من يعني أعمال هي تعتبر منفصلة في الساحل الغربي، وإن أظهر أيضا يعني ولاء للشرعية. الأمر منطبق على أغلب الجمهورية، المناطق التي تحررت في الجنوب أو في الساحل الغربي كل القوات هذه يعني لا تأتمر بأمر الشرعية،
واعتقد ان الشرعيه لو ارادت ان تشارك في البدايه ربما حصلت خلافات، لكن الامر الشرعيه هي ضعيفه جدا ومفككه. بملاحظه بالنسبه للقوات التهاميه او للقاده من تهامه، تم استبعادهم حتى من الساحل الشمالي، يعني من قياده المنطقه الخامسه في حرض، وتم استبعادهم. حتى القادة الضباط العسكريين الذي كانوا في مأرب تم استبعادهم لأسباب مناطقية. يعني أنت لو نقلتك إلى المشهد في مأرب، تحول الجيش الوطني من جيش وطني إلى مجرد ميليشيا تابعة لمناطق معينة، وهي المناطق التي ترفض الحوثيين بالمقاتلين واللجان الشعبية. الشرعية ضعيفة، وقيادة الشرعية بين المزدوجين اللي هي في المحافظات الشمالية تحولت إلى مجرد ميليشيات. يعني لو استعرضت قيادة الألوية في مأرب تجدهم من محافظة عمران ومن محافظة صنعاء ومن محافظة دمار، لن تجد من إبة أو من تعز ومن بقية المناطق، رغم أن القوة المقاتلة المتواجدة في مأرب هي من المحافظة الوسطى، ولكن تم استبعادهم لأسباب مناطقية. يعني من بداية من نائب رئيس الجمهورية، من رئيس الأركان السابق العقيلي، إضافة إلى المقدشي. شوف القيادة الشرعية التي في مأرب الكبرى، القيادة الكبرى نائب رئيس الجمهورية من محافظة صنعاء، رئيس وزير الدفاع من محافظة دمار، القائم بعمل الذي كان في رئاسة الأركان من محافظة عمران. القضية هو تم تهميش المحافظة الوسطى بشكل عام لأسباب مناطقية، رغم أنهم يشكلوا العماد الرئيسي للقوة. يعني أغلب المقاتلين مثلا في مأرب هم من عبا ومن تعز ومن البيضاء، ولكن نتيجة تولي قيادة مناطقية التحكم في القرارات المفصلية استبعدت ابناء تهامه واستبعدت ابناء المحافظه الوسطى، وتحول الجيش الوطني في مأرب الى مجرد ميليشيات تابعه لمحافظات معينه. عوده الى الحديده، ليس الاهم من يحرر الحديده في هذا الوقت، لكن من سوف يتولى الحفاظ على الامن في الحديده؟ عادة حسب مخرجات الحوار الوطني يفترض ان الذي يتولى الشرطة المحلية هي التي سوف تمسك حفظ الامن في الحديدة. فيفترض فيما بعد تحرير الحديدة، نحن الان نقدم العربة قبل الحصار، تتحرر الحديدة ان شاء الله ثم تسلم بالسلطة المحلية. في حال تسلمت هناك شرطة محلية سوف يتم تشكيلها، سواء حسب اتفاق السويد أو حسب مخرجات الحوار الوطني، لكن حاليا الأمور سيد عبد العزيز، يعني هنا في مسألة تقديم العربة على الحصان، يعني يا سيد عبد العزيز، هو لو أتينا يعني لنا مثال في العاصمة المؤقتة عدن، يعني كلفة ما بعد الحرب كانت أكبر بكثير مما قبلها. لا نكذب على انفسنا يا اخي، ابناء تهامه لا يشكل الرقب الرئيسيه او المحور القتالي او العدد القتالي الاكبر في تهامه. لو كانوا بالكميه الكبيره وبالعدد الكبير في تهامه لفرضوا انفسهم في الواقع، لكن ابناء تهامه هم مسالمين، يعني على مر التاريخ هم مسالمين. وبالتالي الذي اتوا من الجنوب يشكلوا الغالبيه العظمى. الذي اتوا من انصار طارق عفاش برضو يعني يشكل رقم اثنين. القوات التهاميه كما ذكر المتحدث من مكه، القوات التهاميه منضويه في اطار القوتين، لكن هل ممكن ان نستبعد الذين اتوا من بعيد ونقول ضروري من قوات تهاميه يعني تتولى الامر؟ القوات التهامية الأول حاجة تهامة لم تشهد يعني حتى مقاومة فعالة في الفترة الماضية، فالمقاتلين الذين أتوا لتحريرها أتوا من خارجها، ومن الطبيعي أن لو حصل تغيير الآن في القيادة أو في تشكيلة القوات هذه قد تنهار الجبهة، فضروري استمرار المعركة كما هي حاليا. قضية الولاء للشرعية هي قضية نسبية، الأغلبية الكثيرة لا تستجيب للشرعية. إذا وضحت الصورة ضعيفة. وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر السيد عبد العزيز الهداشي الخبير في الشؤون العسكرية، كنت معنا من الرياض. وأعود لضيفي السيد عثمان العيدروس. يعني
سيد عثمان، لعلك استمعت لحديث السيد الهداشي يقول أن يعني القوات التهامية هي موزعة ما بين الألوية ولا يوجد كيان للقوات التهامية اليوم، كونها أيضا يعني لم تتولى مشروع المقاومة في هذه المدينة منذ البداية، وإنما يعني بدأت القوات تأتي من خارج من أجل يعني تحرير مديريات أو مدن الساحل أو الساحل الغربي بشكل عام حتى الوصول إلى الحديدة. أنا أختلف مع الضيف اللي من الرياض الأخ عبد العزيز الهداشي في هذا الجانب. بالعكس، القوى التهامية ممثلة بالنخبة التهامية أو كتائب أو لواء الزرانيق أو النخبة أو المقاومة التهامية كان له دور رئيسي وأساسي في عملية التحرير في الساحل الغربي، بل كانت في الصفوف الأولى وما زالت تضحي إلى يومنا هذا، ورأيناهم كيف ساروا وانطلقوا ببدء من المخا ثم إلى الخوخة ثم إلى حيس، وهم في مقدمة الصفوف يفتتحون هذه المديريات وهذه المدن. الأمر الآخر، وجود أبناء تهامة عندما يقول مسالمين، صحيح نحن بطبيعتنا مسالمين وننشد السلام، لكن أنا أؤكد لك بعد الثورة المجيدة 11 فبراير 2011 الإنسان التهامي تغير تماما، أصبح إنسان ذو حقوق، إنسان يناضل لاستعادة حقه وتاريخه ودوره الريادي واستعادة أرضه. ما تعرضنا له نحن منذ 1929 على يد الحكم أهل الهضبة ببدء بآل حميد الدين وآخرين أثر في تركيبة الجيش التهامي والقوة التهامية والنقبة التهامية والمقاومة التهامية. نحن تعدادنا حتى تتضح الصورة سيد عثمان هنا، ولو قاطعتك يعني بالنسبة للسيد عبد العزيز يعني أو يعني حتى لا يذهب الحديث ونقوله ما لم يقل، هو الرجل يقول أن أبناء تهامة لهم دور كبير وإنما يعني مندمجين ضمن القوات والتشكيلات الموجودة ولا يوجد كيان، يعني حتى أنه لا توجد يعني مقاومة تشكلت بكيان موحد في تهامة قبل أن تأتي القوات، وبالتالي أبناء تهامة متواجدين وبقوة اليوم في الساحل الغربي، لا أحد ينكر تواجد هذه يعني أبناء تهامة في قوات الساحل الغربي. أنا استمعت إلى المداخلة بشكل عام، لكن هو تطرق إلى ناحية الناحية السلمية وناحية عدم وجود قوة وأن الجنوبيين هم من حرروا هذه المنطقة بمشاركة بسيطة من أبناء تهامة. لا، نحن نحب أن نطرح النقاط الحروف وأن نوضح هذا الشيء. قوام أبناء تهامة من 33 لواء وثمانية كتائب يصل إلى 30%. نحن منخرطون بأكثر من 6 ألوية خاص بنا، نحن موجودين في حراس الجمهورية مع طارق، نحن موجودين في ألوية العمالقة موزعون، وهذا ما أكده الرجل. ولكن هنا فقط لضيق الوقت سيد عثمان، يعني ولو باختصار هنا تساؤل أخير، أنت كنت قد أشرت في حديثك سابقا أن هناك معالم تشكيل للقوات التهامية في الساحل الغربي، ما هي هذه المعالم التي أشرت إليها؟ كون التأكيدات كلها تقول أن أفراد القوات التهامية متواجدة ضمن الألوية ولا يوجد كيان. هي قيادة الساحل الغربي بشكل عام القوة فيها والقرار فيها الأول وفي الأخير القائد الإماراتي مثل ما هو معروف اللي هو أبي زرع المحرمي، ثم بعد ذلك الصلاحيات فيها التي يؤخذ بقرارها وبرأيها بتوجيهات بحجم القوة موزعة على الشكل التالي إلى قيادة قوى العمالقة ثم حراس الجمهورية ثم تأتي القوى والنخبة التهامية. هذه القرارات وهذه الأشياء وهذا التوزيع فرض من القوى المتواجدة والتي تقوم بعملية الإسناد، لكن مهما كان في تناني يوجد هناك عملية الآن ألوية الزرانيق وصلت إلى 3000 فرد، الكتائب الأخرى كذلك، النخبة التهامية وصلت إلى 3 ألوية في عملية تنامي في عملية إعداد، ولكن حرصا كجانب معلومات وكجانب سرية وبعض القادة التهاميين يفضلوا العمل بصمت
لا يحبون إظهار مثل هذا الشيء. جميل، إذا وضحت الصورة. إلى جانب الإعلام. نعم، إذا نعم. جميل جميل ما أوضحت، ولكن هنا لضيق الوقت. ويبشرونكم أنه إذا ما تم اتخاذ قرار التحريف أنه سيكون في الصفوف الأولى وأصحاب القرار الأول. إذا أشكرك أنا سيد عثمان، يعني فقط لضيق الوقت و يعني انتهى وقت الحلقة، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عثمان العيدروس رئيس اتحاد الساحل الغربي لقوى الثورة في الحديدة، كنت معنا من مكة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نعتذر بانقطاع الاتصال بالسيد علي الفقيه، ولم نكمل معه رئيس تحرير صحيفة المصدر، كان معنا من اسطنبول. والشكر أيضا للسيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.